عنده هو بعد عنده ولف احس عنده ولف احس ارت يفوز انا بعد شو لا شو احس ارت يفوز دفين وين دفين ها اوكي دفين دفين ضد ارت عنده اتوقع انا قلت اكيد ارث او يعني اتوقع ارث يفوز لان ولف ضد بيت ولف كل حد يعرف الماتش اب فاذا تعرف الماتش اب يعني ما بتروح تسوي اسهل حق بيت قصدي انه يلعب ضد ولف وايد كومن ماتش اب بس بعد نفس الوقت ولف هو يعني يقدر يسوي اوت نيوترال بيت بس نو يلعب بيت منو يلعب بيت؟ نو يلعب بيت وارث نيوترال ماله وايد زين يعني اي حد يلعب بيت اكيد نيوترال ماله وايد زين والنيوترال اير مال بيت في هالجزء وايد زينه. ايه ونفس الزباله اللي في سنافور. يرمي يسيب عليها فولو ابس ولا يحطها في باد تاك سيتويشن ولا باد سيتويشن بس. حلو حلو. استعمال الداون بي مال ارث وايد حلو، البارحه بعد كنت وياه في الدبلز. يوم يسوي لاين. اوه 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 مات. اير دوج. باد اي. بعد سوى اير دوج. سوى اير دوج يعني اخر شيء قبل ما يموت سوى اير دوج فشوي دزته على البزون. داون ثرو دشتا بيرد اكيد بيرجع ايه بس نايس بس هذا يعني صح يقول طبعا انا الحين جالس العب يعني اللي ضدك لعيب يا يسوي كومبو هو اول شيء زخ الجمب من الليدج بالنيوترال اير وكم داون سماش اوف استاذ فوت داون اير شوي عطى خبصه شوي خبص الكومبو نيوترال اير نرد من ولف الانتي اقوى انتير في اللعبه داون سماش قرا الاير دوج فيه كان بيغطي كل الاوبشنز يعني كان بيغطي وايد كبير كل حد يعرف داون سماش نيوترال بي حاول يسوي ليدج جارد بالاروز ما قدر راح نشوف كيف بيحاول يدخل ستيج سوى رول ما في بانش بس انضرب بالفورورد سماش اوكي سوليد كومبو 40% الحين دافين جالس يرقص الحين باكر اوه حلو 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 جارديان ما اعرف شو اسمه بس الحين الباكر بيت يعني ام بالانبيا اوه اوه كان يحاول يسوي صح؟ ارث اتوقع انه الحين مستعجل اللي يبغى يسرق الستوك تو كان يوم يسوي بانش سهل بس حاول يسوي الاب سماش نايس ريكوجنيشن نايس ريكوجنيشن نايس داون سماش حلو حلو كلوز 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 توقعت جراب بس الداون سماش وايد سريع مال بيت فعشان شي قدر يسوي بانش ما توقعت الداون بي مال بيت وايد هالدرجه يعني زينه هو انا عارف انه زين يعني سماش فور يعني وايد يسوونه انه لان عنده يعني كان شيلد كان شيلد وتنازل كان شيلد بس يعني ضد واحد عنده انفسبيلتي انت في الهواء خلص انفسبيلتي يحاول يضربك وايد زين هالاوبشن فتنزل بداون بي ما تعرف كيف تتعامل اوه لا 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 ما عنده جمب كيف يروم يرجع ولا لا زخها ما زخها ما عنده ضرب داونير الحين المفروض دفين يركز انه ما يستعجل ما يتم يفرفر سماشات صح انه سماشات ولف غش بس اذا واحد يلعب نيترا العدل ما بينضرب شفت هاي كانت حاول حاول نايس جالس يفرفر كل موفز بس شوف بيروم يرد الستيج بسهوله بيروم يرد زين شوي بينضرب بالسايد بي حول فوق ستيج نايس 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 هل بيوصل؟ وصل بالسايد بي نقاز فوروردير ارث ما مات صار فوق 170% هل ما حاول يسوي ريد الاير دوج ان بس دفين سوى اير دوج اوت اوكي علج اوه نايس نايس داون سماش تقريبا فريم بيرفكت تقريبا فريم بيرفكت اول ما خلص الفيزيبيليتي انفجر ابى اقول حق سيف انه سخيف بس ما اقدر اقول له صح مو بسخيف مو بسخيف ولا سخيف مو بسخيف مو بسخيف صدق وايد قال زين خلاص عندك مايك نسمع انزين شو كنت جالس تقول؟ انه تقريبا على طول اول ما خلص الفيزيبيليتي على طول داون سماك ايه تايمين كان وايد زين كان يعني كان كولات وايد حلو من ارث سمول باتل فيلد سمول باتل فيلد مكمل نفس نفس الشيء شكله دفين خلاص ما بيغير
ايه ما بيغير يمكن لعب ضده ولا قرر ان ولف احسن بيك حقه هاي يمكن سامس يخاف انه يسوي ريفلكت الشارج شوت ما اعرف والله ما اني لان يعني ما جيم هو انا ما ادري انا ما اعرف سامس عشان اعرف بس هو اللي هو يشوف انه ولف احسن هاي. يعني هو واثق في في الولف ماله انا صح لعبه زين مو كان لا يلعب هي كان فايز انا شوف يعني من اللي لاحظته دبي المفروض ما يستعجل يوم وصل هاي برسنت ادري انه سماشات ولف غش فش كان وايد يسوي سماشات ولف غش وعادي الواحد يسويها فش لكن مو ضد ارث واحد بس يلعب نيوترال لاعبه بس يلعب نيوترال اوكي نشوف التمت جيم بلاي شيلد نير شيلد نير اوه فوردير ما قدر يسوي رياكت يعني كان يحاول كان يحاول يتوقع انه شي تاك ان ولا جشب اتاك اوكي نايش. حلو حلو نايس دراج داون اظن 25% اظن الابير تقدر تسوي كونفيرم بالدراج داون بعد دراج داون ابير ايه اظن يستوي ايه اوه اوكي الليد الحين عند ارت مره ثانيه بس ترى الليد مو اوه نايس عرف عرف انه بيكون في رود بس ما جاب السبايك نايس يا تيل عمو سماش فور كلها رولات بس خيب هم ماكس الشيلد فورت سماش يا فورت ليش ولا فورت لا بس شفت كم تم على الشيلد عقب السايد بي سويت سبوت هي هي ولف الصراحة خيبة دعمه شاحنة دعمه ريلة طلعت لين بلاس زون فجر الستوب كنت جالس اقول مات مات انا ما اعرف كيف الديالة هاي الحركة اتوقع بس على هيك هيك الموف يا صاحبي يلا داش داش هل بيسوي زين نايس نايس نقز ف قرر تك ان بسوي له بانش بنير سيتويشن وداون سماش زرعت ذا هي ما سوى ميكس اب للريكفري هي ما حاول يسوي انجل صح قال سوى تونت بالغلط يعني لاحظت من من وجهه بالغلط اوكي اوكي صح كان المفروض يحاول يسوي انجل على الستيج عشان يبطئ ويصعب التايمينج نيوتراليير اللي كبير الحين حق دبين الحين المفروض يلعب على راحته ما يسوي فش وات وساعده اتوقع انه لا كان قريب وايد من اب سماش هي ها كومبو نايس اوكي ليد صغير كنت بتكلم عن الليد الحين اذا بيت 80 وولف 80 انا اشوف ان الليد حق ولف لان ولف وايد يشل اسرع اي اكيد فت يحتاج يوصلك الى 110 عشان يجيب لك تو هيت كل كونفيرم تو عرفت انا مال جنرال بليد 3 منو مال جنرال بليد 3 يوني ما هي هاي البنت الجديده امي ناحات عراسها موت بانش اوكي استغربت بس بيرد عنده جامب اوكي نايس باكير مات وياخذ الجيم ارث تو جيمز يا سوى يعني الكمباك الحين بوتنشلي لاست جيم بوتنشلي بس ما نعرف لان عندك دفين هو اول بدايه الجيم هو يكون فايز هي عقب بس بعدين ارث شوي 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 يعرف الاوبشنز يعرف الاوبشنز اللي هو بيسويه بول انت بتلعب بهالطريقه وانا باخذ سامس كنت بقول انا يعني معروف عني اني ما عندي سكندريز بس اوكي انا وين سحب ما بيموت ما بيموت ما يموت بس شفت وين سحب الاب بي سوى تك اوي صدق اوه 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 هي كان بعيد وين شوي شوي سامس وايد اقراصف متحمس الحين ليد حلو من دبين لكن مثل ما قلنا اهم شيء الموب نايس نايس الباكير سويت سبوت تضربه من قدام سامس ما اعرف كيف كول اوت حلوة داش اتاك اوكي كومبو عندك نير سوى شارج شوت نيوترال صح؟ ايه سامس شيل اللعب ايه سامس شيل اللعب تسوي كونفيرم اوه سامس تسوي كونفيرم شارتت على جراب شارتت على بورد سماش شارتت على وايد اشياء كنت بتكلم عن السكندريز انا احس انه يوم تختار السكندري مالك على اخر جيم يكون في نيرفز وايد
فبنشوف اذا ديفين هل هو نرفس ولا لا بيلعب عادي. لعبه وايد فايز، لعبه وايد حلوه للحين. احس انه بالغلط سوى الشاشه الجهه الثانيه انا ضربه، وهذا اوريدي كان طلع الرفلكتر. فور سماش الجراب مال سامس صح انه فيها الكومبو، كومبو مال داون ثرو وايد زين. لا هي الجراب انا كنت بقول انها وايد غش، والله ما تحس انه ما فيها لاك. هي ما فيها لاك بس هي فيها نترالير. اي ما لحق شايف فاست فول على الداون يا زخه يا لسه يلعب فيه. بنشوف اذا ديفين بيروم يرد في بوزيشن زين ولا بيشم وايد يسوي كولات وهو واقف مكانه. قال انت بتسوي رول، انا بتم هني ما بتحرك. انت تعال عندي بس يتم يتريا يشوف. يعتمد على الرياكشنز ماله الحين صح. ما اعرف اذا متوتر ولا لا، بس في وايد خبصه في اللعب. يعني شوف يقدر يسوي كم من كومبو واشياء بس وايد يغلط نفس الوقت. الكفرج الليج كفرج مال سامس كيف تشرد؟ ما تم تشرد الليد انت ستيف. ابي هلا ابي احسن اوبشن اوت اوف كل شيء ابي مال سامس. دك شيء اللي تعال بس مو نفس فالكن. اوه فور سماش نايس دي اي ما بيروم هي مش اذا بيقدر الستيج رد الستيج. هذا شو دانير؟ دانير تشيل حركه سوى نيوترال اير. دانير تشيل سوى ولا نيوترال اير؟ لا يوم هي نيوترال اير ترم تسوي سبيسنج بس هو ما سوى يعني. اوه سماش لا سماش تضرب ورا فوق. سيتويشن سيم سيتويشن كان فايز بس ارت قال لا. ارت يقول لا على اخر شيء. هل سوى داونلود السامس؟ احس بيكون في شارت شوت وبيكون في داون بي من ريفلكتر. انا احس نقز نايس اب سماش دبين من بدل ستوك مو بقادر يحصل بوزيشن زين. يسوي جاج بالابير يسوي جاج بالارو. اي 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 هالمره ارث اللي سوى كومت. ايه حاول يسوي يعني هو وايد كان يسوي كول اوت على اوبشنز دبين يعني فور سماش اب سماش كل شيء بس هالمره مرتين ورا بعض عادي يكون كل بيرسون بانش قوي اوف ستيج. نشوف اذا بيرم يرد ستيج اكيد بيرم يرد سامس تشتل هاي باكير نيوترال اير اي سماش داش اتاك داش اتاك داش اتاك 2-1 ارث عقل الماسك تمام 2-1 شو ترى يعني لابس ماسك الحين حراجي حق الماسك هذا اوكي ولا كان عقل من بدايه ست صراحه ما متاكد. المهم انه هو يبغى يفوز. المهم انه بس يبغى يفوز. في ناس اتوقع مكسيكيين يتكلمون في الشات. تاك وين وصل؟ ونرز بعده؟ لا اي تاك ونرز اعوذ بالله. بنشوف الحين شو بنسوي هذا كان يرقص؟ كان ولا شوتا ما اعرف كان يرقص ورا بعد. هذا كيوبي ورا كي ورا شوتون ورا شوتون شوتون اللي كان يرقص. صح؟ ما كان يقولون جمبري شوتون امس كان بتوبي وانز غش وايد لعب بتوبي وانز البارحه. سكسسر مالك توبي وان؟ انا سويت توبي وان البارحه؟ هذا سويت دارك بوت اجي بس تان دارك بوت تان دارك بوت تان لا ابى تان دارك بوت ما اعرف زين الحين ليش يعني عشان التريلر مال بايرتا ما يسمعونا يتكلم خلا عين بقى ابي واحد ها نبدا الكاونتر اوكي نيفر مايند ما كان عنده جامب زياده نيوترالير اوت اوف ستيج بوزيشن دخل اوكي سوى بنش سامس بعد الحين ما عنده ارو سنايبنج اوكي زين ليش ياخذ دارك بيت ما اعرف غير جو يجتل احسن لا داون ثرو ما قدر يجيب خليك على اللج بعد ضرب حتى اذا اوه يبغى يشتلع فوق بالعرو ها الاوبشن وايد زين ما شفنا شيء بعد اوف ستيج بعد اوف ستيج ال شو اسمه الدمبي مال سامس شو بلان شو اسمه بس كنت اقول انه يغطي البومز يغطون اوبشنز وايد زينه يوم اللي ضدك اوف ستيج ايه اما تسوي تو فريم انت تحت او تقطع اللج ايه
وايد 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 صعب ترجع ضد سامس. ها. برد برد نايس. نشوف ارث كان وايد محترم، تم واقف ما سوى داش دانس، ما سوى تي باك، ما سوى تون، بس تم واقف مسكين. الناس اللي يسوون داش دانس وايد متحمسين. فورة سماش بانش. نضرب ضربتين بالنيترو لير، نجت له شيء ماله. اوكي بس زين اوكي جريد. اوه واو واو احس متحمس وايد، متحمس داونير داونير. اوكي 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 اوكي. ليش يسوي داونير؟ ليش يتعب عمره؟ حركة ما فيها فايدة. وياخذه بالابري، بس الداونير ماله وايد زين. الداونير يعني كسبايك، كسبايك يعني لازم هاي برسنت ادري. لا وايد بعد وايد صغير. اون ستيج وايد زين. كومبو وايد زين. وبس السبايك ماله مو على اللو برسنت. شات شوت جراب باك ثرو وداه اوف ستيج بس ما كمل شيء. اوكي. حاول يسوي جراب. سوى جراب ريليس. لا كم سوي جاب. المهم. اوكي. برا برا. او لا او جاي مكس اب البارحه سوى حكن، البارحه سوى نفس الحركه حكن، لان كل حد ضد بيت دارك بيت يخاف من الفور ثرو لان هيل كل ثرو فيسوون دي اي ان. وبعد شو المشكله؟ دي اي ان يسوي داون ثرو يجسلهم بابير كونفرت. شو المشكله؟ تقريبا نفس التايمنج للثرو ثنيناتهم، يعني مو بواحد افضل من الثاني تسوي رياكشن. بعض اللاعبين صح ثرو يكون وايد بطيء، ثرو يكون سريع ما يعطيك مجال تسوي دي اي. اشوف الحين اوكي ايرث مو مخلي ديفين يسوي تشارج التشارج شوت ماله على راحته. كل ما يتشارج يعطيه اروز، شفت اروز اروز. رد مستيج اوه خلال الفورورد سماش عندنا الحين الريفرس بوزيشن. ان ايرث كان فايز الحين ديفين، هل بيقدر هل بيقدر يسوي كومباك 40%؟ اوه 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 وش ذا؟ داش اتاك ما مات؟ ارث المفروض ما يستعجل، اي حد في الليد المفروض ما يستعجل. اوكي باكير باكير عنده تشارج شوت كونفيرمز، سوى اير دوج وايد مو بوكي، كان يتريل كان يتريل دوج جراها بس خاف يسوي بانش. كنت واحد يسوي رول اب اير نازل شيلد، خل الشيلد ينكل عشان بعدين يسوي ريتشارج على طول. اوكي اسمش خلص اوكي خلص. حلوه حلوه حلوه. نايس جيم نايس جيم نايس جيم. ارت موفز اون يفوز عليه 3-1.